ثلاث حاجات بحلم اشتغل عليهم. اول حاجه تدعيم الجيش في مواجهه الحرب عليه، تدعيم الجيش بتوثيق حاجه زي قناه السويس، توثيق الحروب، توثيق الحرب على الارهاب. كويس ان العالم لازم يعرف ايه اللي بيحصل. نمره اتنين الخطاب الديني، ان الخطاب الديني هو الكارثه، كارثه الكوارث. انا راجل تربيت على صلاة الجمعة وعارف كويس قوي في الحياة الشعبية الناس بتفكر ازاي، وعايز اقول لك ان الواد اللي فكر الكنيسة الدهلية كان معاه في الفصل، فكر مديرنا الدهلية لما شفته على الشاشة ذهلت لانه كان صايع اصلا. كويس، فانا عارف كويس اللي بيروح ليه، وان الشباب والاجيال اللي طالعه ما بين شغف، عشان تبقى عارف، لان الاعلام بعيد عن الواقع ستيل، ما زال الاعلام بعيد عن الواقع.